للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي السيد مصطفى اوزجان. مرحبا بك استاذ مصطفى. مع استعدادات تركيا لبدء عمليه عسكريه في ادلب بعد مقتل جنودها الاسبوع الماضي، النظام السوري يقصف المواقع التركيه ويقتل جنود او يقتل 5 جنود، بما تفسر بدء النظام السوري بقصف المواقع التركيه؟ طبعا يتكرر قصف نظام سوري لمواقع تركيا، اصلا تواجد قوات تركيا بناء على اتفاقيه ثنائيه بين روسيا ونظام سوري. روسيا طبعا تحيل القضيه على نظام سوري كانها مسؤوله عن او لديه توقيع في اتفاقيه سوتشي. طبعا روسيا تراوغ اذا تركيا تريد طبعا روسيا استيلاء النظام السوري لمدينة إدلب، طبعا خطوة خطوة يتقدمون على مدينة إدلب، وهذا طبعا الخط أحمر بالنسبة لتركيا، لأن هناك اتفاقيات قائمة مع روسيا، هذا تعطي لتركيا التواجد أكثر من ذلك دمان على المعارضة المصالحة في مدينة إدلب. إذا هناك خروقات وهناك اجتياح، وايضا طبعا اعتداء على المواقع التركيه في هذه الحاله. تركيا ردت سترد، هل هذا سيؤدي الى المواجهه مباشره او شامله بين الطرفين؟ هل يمكن القول ان المعركه قد بدات؟ يعني القوات التركيه ردت على مصادر النيران فقتلت اكثر من 100 عنصر من جيش النظام السوري وقصفت اكثر من 115 موقعا للنظام ايضا، يعني الى اي مدى ترى ان المعركه ربما يعني ابتدات؟ وزاره الدفاع تركيا طبعا اعلنت هذا على اساس رد تركيا للنظام السوري المعتدي على المواقع التركيه، ليس حربا مفتوحا، ولكن هناك مناوشات ربما تؤدي الى الحرب الشامله بين طرفين النظام السوري للجانب الاخر تركيا. يعني هذه القضيه مفتوحه، يمكن ان تجر تركيا الى الحرب مع النظام السوري ان لم تكف طبعا قوات النظام السوري عن مهاجمه اطراف تركيا او مواقع تركيا اطراف تركيا. اذا كما ذكرت يعني هناك احتمال قيام الحرب شامله بين الطرفين. طيب ماذا عن الموقف الروسي استاذ مصطفى اوزجان؟ يعني الاتراك يعني كيف سيتعاملوا مع الروس يعني من حيث المناوشات؟ هل استطاعت تركيا تحييد الجانب الروسي في هذه المعركة مع النظام السوري؟ والله النظام الروسي مراوغ، بوتين مراوغ كبير على أساس تعتقد روسيا أنهم وثقوا تركيا بالاتفاقيات متعددة. طبعا هناك شراكة اقتصادية وشراكة عسكرية في التعاون في إنتاج الحربي، وهم يراهنون على ذلك. وطبعا هم استفادوا أو كسبوا أوقاتا ثمينة ومزيد من الوقت، لذلك يرون أن هم تقاربوا أو قاربوا إلى أهدافهم. يعني النظام السوري قارب لأهدافه لضم طبعا البعر المتبقية في أيدي المعارضة المصالحة في مدينة إدلب، لذلك يعني يرون أن هناك ظروف موافية بالنسبة لتقدم قوات النظام السوري، وكذا وثقوا تركيا بالموافق وأيضا شراكات اقتصادية وعسكرية وما إلى ذلك. اعتمادا على ذلك هم دفعوا النظام السوري دفعا إلى منطقة إدلب، وهذا يعني تحمل في طياتها مخاطر كثيرة بالنسبة لتركيا بعد استقرار تركيا، لأن المعارضة تثير دائما هذه القضية مقتل الجنود الأتراك في خارج تركيا خاصة في سوريا. يعني هل نستطيع القول أن روسيا تركت الحليف السوري في مواجهة الآلة الحربية التركية؟ نستطيع أن نقول يعني هناك مؤشرات أولية، هم لا يريدون أن يكون هناك لقاء، إذا لا يريدون أن يكون هناك تجميد لحالة الراهنة أو
يعني هدوء تركيا، هم لا يستهدفون التركيا، لو كان يهدفون الى اي تركيا مع تركيا يعني بين تركيا والنظام السوري كان يستعدون للقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. اذا هم يهينون تركيا في الوقت ذاته. اصلا اطلاق النار من جانب النظام السوري هذا اهانه بالنسبه لتركيا ولهيبه تركيا، ثانيا ربما سلطات روسيه تريد من وراء ذلك اصلا جر تركيا لطاوله المفاوضات من جديد لتعديل اتفاقيه سوتشي، لانه هم يرون ان هناك مكاسب لابد اعتراف بهذه المكاسب العسكريه للنظام السوري، وهذا ما كانت ترفضه تركيا. اذا بهذه الهجمات يريدون طبعا الوصول الى التنازلات من تركيا. نعم، شكرا لك من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي الاستاذ مصطفى أوزجان، شكرا جزيلا.